الحادث حصل مفاجأة لم تكن على البال. أدعو الله أن ينصر الأمن على الإرهاب وأن يطهر البلاد من هذا الشر دفاعا على الناس والحرية والدين الإسلامي. يوم الجمعة 14 أكتوبر سنة 1994 تعرض الأديب نجيب محفوظ لمحاولة اغتيال بسلاح أبيض أمام منزله في العجوزة. قام شخص بطعنه بمطوة في رقبته طعنة أحدثت جرح مميت وقام بعدها بالهرب. نجا وقتها نجيب محفوظ من الموت بأعجوبة على الرغم من خطورة الإصابة وضعف بنيانه خاصة وأن سنه وقتها كان 83 سنة. محاولة اغتيال نجيب محفوظ القصة الكاملة. 13 أكتوبر سنة 1988 بيفوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل في الأدب. وقتها انتشرت شائعة بين المصريين أنه حصل على جائزة نوبل بسبب مواقفه السياسية وتأييده لاتفاقية كامب ديفيد، واتقال كمان أن سبب حصوله على جائزة نوبل هي رواية أولاد حارتنا اللي بيعتقد البعض أنها بتتطاول على الذات الإلهية. وهنا هنتوقف قليلا عند رواية أولاد حارتنا. في عام 1959 قام نجيب محفوظ بتأليف رواية أولاد حارتنا، وبدأت الرواية تنتشر مسلسلة في صفحات جريدة الأهرام. وقتها هاجمها شيوخ الأزهر وطلبوا بوقف نشر الرواية، فرفض وقتها محمد حسني هيكل رئيس تحرير الأهرام وساند نجيب محفوظ واستمر نشر الرواية على صفحات جريدة الأهرام. ومع تجدد الهجوم واشتداده من فئات كتيرة من المجتمع المصري كان أبرزها الكتاب والمثقفين، تم وقف نشر الرواية بناء على أوامر الرئيس جمال عبد الناصر. واجتمع الممثل الشخصي للرئيس عبد الناصر حسن صبر الخولي بنجيب محفوظ وأخبره بتحديد موعد في مكتبه للقاء عدد من مشايخ الأزهر لمناقشتهم في الرواية. فرحب نجيب محفوظ باللقاء، والأسباب غير معروفة لم يتم اللقاء ولم تتم المناقشة ولم تنشر الرواية وانتهت الأزمة. بعد مرور 3 سنين على أزمة الرواية، وفي عام 1962 تم طباعة الرواية في لبنان بعد اتفاق دار الأدب مع نجيب محفوظ. في الوقت ده تم منع دخول الرواية لمصر، لكن كان بيصل منها نسخ مهربة إلى الأسواق المصرية. في عام 1988 بتتجدد مرة تانية أزمة رواية أولاد حارتنا بعد فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل، واعتقد البعض وقتها إن فوزه بجائزة نوبل في الأدب كان بسبب رواية أولاد حارتنا، وتم اتهامه بمهاجمة الدين الإسلامي والذات الإلهية. وده على الرغم إن فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل ما كانش بسبب رواية أولاد حارتنا، لكن كان بسبب، وكما ذكر من لجنة نوبل، الأديب وإنجازه اللغوي في أدبه. ونوهت اللجنة ببعض الأعمال زي الثلاثية وصرصرة فوق النيل ودنيا الله وأخيرا رواية أولاد حارتنا. مش بس أزمة رواية أولاد حارتنا اللي قابلت نجيب محفوظ في الوقت ده، لكنه تعرض لأزمة ومشكلة كبيرة جددت الهجوم عليه بشراسة وكانت السبب في محاولة اغتياله. في 26 سبتمبر سنة 1988 صدرت رواية آيات شيطانية للكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي. الرواية اللي سببت أزمة كبيرة في العالم الإسلامي خصوصا بسبب ما تضمنته مما اعتبرته أطياف واسعة من العالم الإسلامي خاصة في إيران والهند، مسقط رأس المؤلف، إساءة للإسلام وتهجم على الدين وإساءة استغلال حرية التعبير. بعد صدور الرواية بحوالي 5 شهور وفي 14 فبراير سنة 1989 أصدر الخميني فتوى بإباحة دم سلمان رشدي. أدان نجيب محفوظ قرار الخميني بإهدار دم سلمان رشدي، وقال إن محاربة الفكر لا تكون إلا بالفكر. وعلى مدار القرون الماضية تم تأليف المئات من الكتب ضد الإسلام، وبرغم ذلك انتشر الإسلام وقويت شكته، ولا يمكن لكتاب مهما كان شأنه أن يهز عقيدة أو دين. وأضاف نجيب محفوظ أنه يجب عقاب الخميني على قراره بإهدار دم سلمان رشدي. في فترة الثمانينيات والتسعينيات انتشرت موجة من الأعمال الإرهابية في مصر قادها الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد، واللي لجأوا لمعارضة نظام مبارك ورموز عصره عن طريق العنف المسلح. وبحلول عام 1997 أعلنت الجماعات الإسلامية تخليها عن العنف بعد إعلان قادة الجماعة مبادرة لوقف العنف بعد قيامهم بمراجعات فكرية. بعد دفاع نجيب محفوظ عن رواية آيات شيطانية أغضبت تصريحاته الجماعة الإسلامية، وبدأ الهجوم عليه من منابرها في المساجد اللي بتسيطر عليها. وأفتى الدكتور عمر عبد الرحمن مفتي الجماعة الإسلامية في أكتر من خطبة ليه في مسجد في الفيوم بأن نجيب محفوظ مرتد. وفي حديث للشيخ عمر عبد الرحمن في جريدة الأنباء الكويتية في إبريل سنة 1989 قال: من ناحية الحكم الإسلامي فسلمان رشدي ونجيب محفوظ مرتدين، وكل من يتكلم عن الإسلام بسوء فهو مرتد، والحكم الشرعي أن يتوب، فإن لم يتوب يقتل. ولو نفذ هذا الحكم في نجيب محفوظ عندما كتب أولاد حارتنا لتأدب سلمان رشدي.
وأصبحت فتوى إراقة دم نجيب محفوظ جاهزة ولا يتبقى سوى التنفيذ. الحملة تجددت عليها بعد الجائزة فقط إنه جمل الرمز واعتبروه المرموز، فاتهدم العمل من أوله لآخره. فهي خطأ في القراءة. وبعدين اسأل نفسك، الناس اللي انت بتعتقد انهم بيعادلوا سيرة الأنبياء عملوا ايه في الحارة؟ الناس دول قلبوها للخير، كل واحد عمل ثورة عشان تحقيق الخير. فلا يمكن اللي بيرمز اليه يكون الواحد بيستهين بيه، مش واخد بالك؟ هات الفكر. بعد فتوى عمر عبد الرحمن قررت الجماعة الإسلامية اغتيال نجيب محفوظ، وأصدرت التكليف لخلية مكونة من 6 أشخاص بقيادة شخص يدعى باسم محمود خليل. وبدأ أعضاء الخلية في البحث عن عنوان نجيب محفوظ، وقاموا بمراقبة المنطقة اللي بيسكن فيها ورصد منزله عدة مرات للوقوف على موعد مغادرته ووصوله لمنزله ووجود حراسة مرافقة لي من عدمه. وبعد فترة كبيرة من الرصد قرر أعضاء الخلية أن يكون الاغتيال باستخدام سلاح أبيض مطوة، نظرا لطبيعة المنطقة والانتشار الأمني المكثف فيها، خاصة أن مستشفى الشرطة على بعد خطوات من منزل نجيب محفوظ، وكمان موجود في المنطقة مطعم شهير بيكون مزدحم باستمرار. واختار أعضاء الخلية يوم الخميس 13 أكتوبر سنة 1994 لتنفيذ العملية، وهو اليوم الموافق للذكرى 6 لحصول الأديب نجيب محفوظ على جائزة نوبل. وفي اليوم المحدد توجهت المجموعة لمنزل نجيب محفوظ. انتظر البعض منهم على بعد أمتار من المنزل، وصعد باسم محمود خليل ومحمد ناجي لمنزل نجيب محفوظ، وكانت خطتهم قتل نجيب محفوظ داخل منزله وإرهاب أسرته لمقاومة محاولة طلب النجدة. كان محمد بيحمل مطوة ومسدس وكان مخبيهم وسط ملابسه، وكان باسم بيرتدي ملابس خليجية وبيحمل زهور وشوكولاتة بحجة تقديمها هدية للكاتب. صعدوا للمنزل وخبطوا على الباب، فتحت ليهم زوجة الأديب نجيب محفوظ، قالوا لها انهم عايزين يقابلوه علشان يسلموا عليه ويقدموا له هدية، فاعتذرت ليهم لعدم وجوده في المنزل وبلغتهم انهم يقدروا يقابلوه غدا الجمعة في كازينو قصر النيل. فغادر باسم ومحمد من امام منزل نجيب محفوظ وغادرت المجموعة المنطقة. 14 أكتوبر سنة 1994 الخامسة مساء توجه كل من محمد ناجي مصطفى وعمر محمد إبراهيم إلى منزل نجيب محفوظ، وكانوا بيحملوا سلاح أبيض وانتظروا بالخارج، وانتظرت باقي المجموعة أعلى كوبري 6 أكتوبر. كان نجيب محفوظ بيستعد كعادته يوم الجمعة للذهاب إلى ندوته الأسبوعية واللي بيلتقي فيها بأصدقائه وتلاميذه في كازينو قصر النيل. خرج نجيب محفوظ من منزله وكان بينتظره في الخارج صديقه الدكتور البيطري فتحي هاشم علشان يوصله بسيارته الفيت لكازينو قصر النيل. وبمجرد جلوس نجيب محفوظ في المقعد الامامي للسياره واستدار الطبيب فتحي هاشم ناحيه الباب الاخر للسياره، اقترب محمد ناجي من نجيب محفوظ. في البدايه اعتقد نجيب محفوظ ان واحد من القراء عايز يسلم عليه زي ما كان بيحصل دايما بعد حصوله على جائزه نوبل. في الوقت ده فاجئ محمد ناجي الأديب نجيب محفوظ وأخرج المطوة وطعنه في رقبته طعنة مميتة وترك المطوة داخل رقبته. حدث ارتباك شديد في المكان، فاستغل محمد ناجي حالة الفوضى والارتباك اللي حصلت وهرب مسرعا مع عمر محمد إبراهيم سيرا على الأقدام مبتعدا عن مكان الحادث. وبعدها ركبوا تاكسي لميدان التحرير ومن ميدان التحرير إلى عين شمس، وهناك التقوا بباقي أعضاء المجموعة وهنأوا بعض على قتل نجيب محفوظ ونجاح العملية. ما قدرش الطبيب فتحي هاشم من ملاحقة محمد ناجي لأنه انشغل في إسعاف نجيب محفوظ، وأسرع بتوصيل الكاتب إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة واللي كان على بعد خطوات من الحادث. لما وصل نجيب محفوظ للمستشفى دخل على الفور إلى غرفة العمليات وهو بينزف، وتم استدعاء أهم الأطباء المصريين لمتابعة حالة نجيب محفوظ بعد لما ثبت إصابته الشديدة في شرايين الرقبة من ناحية اليمين. هو رأى عليه الولد لقى نجيب محفوظ بيرحب بيه، فراح مطلع قرن الغزال وفرده وراح ضربه هنا. من توفيقات الله سبحانه وتعالى مستشفى الشرطة، يعني هو قال لي تعبير لما رحت له المستشفى، قال لي يبدو ان ربنا بنى المستشفى دي هنا عشان تكتب له عمر جديد. سبحان الله. دخلوه على طول على غرفه العمليات. هو احسن، يعني احسن حاجه ان الواد لما ضربه بالسكينه ما خدهاش، لان لو طلعت منه كانت هتعمل نزيف يقضي على حياته. سابها سبها وجري، لانه كان السكينه فضلت كاتبه الدم شويه. لا، رغم ان هي عملت له رعب غير عادي وهول غير عادي لما تبقى ماشي طبعا في سكينه في رقبتك لا قدر الله. وصف الدكتور سامح حمام استاذ جراحه الاوعيه الدمويه واللي اجرى عمليه لايقاف النزيف حاله نجيب محفوظ وقتها، وقال احدثت الطعنه تهتك في عضلات الرقبه من الجهه اليمنى وتهتك بالوريد الوداجي الخارجي والداخلي الايمن، وهذا التهتك رغم خطورته ما كانش هو اللي بيهدد حياه نجيب محفوظ بصفه اساسيه.
لكن التهديد الأخطر كان من النزيف الشرياني المندفع من عمق الجرح، واللي ثبت أنه قادم من الشريان الفقري الأيمن المخترق للنتوءات المستعرضة للفقرات العنقية. وهذا الشريان بالذات ليه وضعه التشريح الخاص، فهو بيمثل مشكلة كبيرة لصعوبة الوصول ليه والتحكم فيه، لأنه عميق جدا وداخل العنق ومحاط بنتوءات عظمية، وإصابته من الحالات النادرة اللي بتقابل أي طبيب. فقررنا استئصال أجزاء من النتوءات العظمية من الفقرات العنقية الثالثة والرابعة والخامسة الموجودة أمام الشريان، وتمكننا من تعلية الجزء المصاب من الشريان بطول يصل إلى 8 سنتيمتر، وتمت عملية علاجه واستغرقت ساعتين تم خلالهم نقل 8 لترات دم إلى جسم نجيب محفوظ لتعويضه عما فقده أثناء النزيف. قبلها بأسبوع معرفش كان عندي سفرية ومش عايزة أسافر، كان عندي إحساس بالخوف عليه مش عارفة ليه، وفي حد بلغ ماما بالإنتركوم ما كانش عايز يقلقها، قال لها ده عمل حادثة، فافتكرت حادثة عربية، حببوا يخفوا الموضوع، وجات قالت لي باباكي بيموت، فقمت مخضوضة وروحنا المستشفى وقعد فترة طويلة بيعمل عملية، فهو وقتها قال نفذوا تهديدهم. عارف بعد العملية أكد الأطباء اللي أجروا العملية إن حالة الأديب نجيب محفوظ الصحية تحتاج إلى مراقبة دقيقة لمدة 72 ساعة حتى تستقر تماما. وكان أول ما طلبوا نجيب محفوظ بعد لما فاق من البنج نظارته الطبية وسمعت الأذن. بعد الحادث أصدرت وزارة الداخلية بيان حول تفاصيل الحادث، وتم التأكيد في البيان إن حالة نجيب محفوظ الصحية مطمئنة وإن أجهزة الأمن تقوم بمواصلة جهودها لضبط الجناة. وفور إعلان خبر محاولة اغتيال نجيب محفوظ انتقل إلى مستشفى الشرطة في العجوزة عدد من كبار رجال الدولة والوزراء والفنانين والمثقفين، وأوفد الرئيس حسني مبارك حاتم سليمان أمين رئاسة الجمهورية، وأوفد وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي مدير الإدارة العامة لشؤون المعنوية بالقوات المسلحة اللواء سمير فرج للإطمئنان على صحة نجيب محفوظ. وبعدين لما تشوف حضرتك كمان لما عملوا كده في نجيب محفوظ هذا العظيم، انا ما بعرفش اكتب، مش كاتب شعر ولا كاتب نثر، لقيت نفسي رحت جايب ورقه وقلم ورحت كايب مخاطب العالم كله، قلت لهم نجيب محفوظ يغتال يا كذا وكذا، نجيب محفوظ يغتال. ورحت رايح كده دكتور هاله، رحت رايح لوحدي عند مستشفى العجوزه، لقيته قاعد، رحت واخد ماسك ايده دايسها وشد ايده ما يحبش ده، وراح مطبطب عليا ورحت مشيت. بعد الحادث ب 24 ساعة نجحت مباحث أمن الدولة في القبض على 3 من الإرهابيين المشتبه في ارتكابهم لجريمة الاعتداء على نجيب محفوظ، وقتل واحد في اشتباكات مع الشرطة في منطقة عين شمس شرق القاهرة، وتبين أن الجناح بينتموا للجناح العسكري في تنظيم الجماعة الإسلامية المحظورة بمصر. وأصدرت وزارة الداخلية بيان قالت فيه إنه من خلال البحث المكثف والتحريات الموسعة تمكنت أجهزة مباحث أمن الدولة من ضبط العناصر اللي ارتكبت الحادث الإجرامي بالاعتداء الوحشي على الكاتب الكبير نجيب محفوظ. وارتكزت خطة مباحث أمن الدولة للبحث عن المجرمين من خلال تمشيط منطقة الحادث والوقوف على خطوط ومسارات الهروب المحتملة للجناه ومناقشة الشهود اللي أدلوا بأوصافهم وأسلوب تحركهم على مسرح الجريمة واستخدام الأساليب العلمية الحديثة في تحديد صورهم ورصد حركاتهم واتصالاتهم من خلال شبكة مراقبة واسعة. ونجحت مجموعات العمل المكلفة بمهام البحث من تحديد المجموعة القيادية للتحرك الإرهابي وأوقارهم الرئيسية ومواقع اتصالاتهم وأماكن اختفائهم. وتبين قيام الإرهابي باسم محمد خليل شاهين بمسؤولية هذا التحرك بتكليف من القيادات الهاربة لتنظيم الجماعة الإسلامية بالخارج، وتم ربط باسم بإحدى المجموعات العنقودية بالداخل، وتحددت قيادتها التنظيمية في كل من محمد خضير أبو الفرج المحلاوي، محمد ناجي مصطفى، حسين علي بكر الشرنوبي، عمرو محمد، محمد إبراهيم، محمد عبد القاهر السيد. بيحكي محمد ناجي المنفذ للعملية في حوار صحفي عن اليوم اللي تم القبض عليهم فيه، وقال إن أعضاء الخلية كانوا متفقين إنهم يتقابلوا على مقهى في عين شمس، وفجأة وجدنا سيارة بتقف بالقرب منا ونزل منها مجموعة، وقتها اتحركنا بسرعة من فوق مقاعدنا وقلنا دول شرطة، وفي لحظة أطلقنا عليهم الرصاص فبدلونا بإطلاق الرصاص، فأصبت وأصيب باسم محمد خليل وتوفى بالمستشفى، وأصيب عمرو إبراهيم، وتم القبض على حسين علي بكر الشرنوبي، وأصيب أحد المواطنين المتواجدين في المقهى. وبيضيف محمد ناجي إن وصول الأمن لينا بهذه السرعة بيؤكد حجم الاختراق من جانب الجهاز للجماعة. لاحقا تم القبض على كل من المتهمين محمد خضير المحلاوي وأحمد حسني حسين ومحمد عبد القاهر بأوقار اختفائهم بمحافظة القاهرة والجيزة، وأدلى المتهمين باعترافات تفصيلية حول مسؤوليتهم عن تنفيذ الحادث.
اعترف المتهمين بأنهم خططوا لاختطاف الكاتب نجيب محفوظ داخل سيارة أجرة واحتجازه كرهينة داخل وكرهم بالخنكة مقابل الإفراج عن عدد من قيادتهم المحتجزين بالسجون، إلا أن تأخر المتهمين في إحضار السيارة حال دون تنفيذ عملية الاختطاف وأدى لتعجل المتهم محمد ناجي بطعن نجيب محفوظ. الولد في التحقيق اللي أنا متذكره المتهم أنه كان بيتلخبط في اسمه، يعني كان أغلب التحقيق جلسات التحقيق اللي هي استمرت حوالي 18 يوم تقريبا أو 13 يوم كان بيقول لي عليه محفوظ نجيب، ما بيقولش نجيب محفوظ، كان بيغلط كتير. أنا في البداية طبعا كنت بسيبه يعني وبثبت ده في التحقيق علشان يبقى تحت بصر القاضي قد إيه إحنا وصلنا للمستوى ده إن شخص بهذا الجهل وبهذه العدوانية بيعتدي على الأستاذ. تعرف الشاهد الرئيسي في القضية الدكتور البيطري فتحي هاشم على صورة المتهم الأول محمد ناجي مصطفى اللي نفذ الجريمة خلال عرض مجموعة من الصور عليه. قوبل محاولة اغتيال نجيب محفوظ باستنكار دولي وأرسل السكرتير العام للأمم المتحدة الدكتور بطرس غالي برقية لنجيب محفوظ قال فيها: دعوتنا إلى الله مع الملايين من أبناء مصر والعالم أن يحفظكم وأن يديمكم رمزا وفخرا لمصر. وانهالت برقيات التهنئة بنجاته واستنكار للحادث على نجيب محفوظ من مصر والوطن العربي والعالم، وكانت أبرز البرقيات من الكاتب الفلسطيني إميل حبيب والرئيس التونسي زين العابدين بن علي. أدان البابا شنودة الحادث وقال بأنه اعتداء على رمز من رموز مصر وأن اللي ارتكبوا هذا العمل الإجرامي ما قرأوش أي عمل من أعماله. وذهب الشيخ محمد الغزالي إلى الكاتب نجيب محفوظ في المستشفى للإطمئنان عليه وقال له: أدنت محاولة الاغتيال في اليوم الثاني للحادث وأنا ضدها على طول الخط، والمحاولة لا يعترف بها شرع ولا دين، والإسلام دين السماحة والعقل والتفكير، واللي بيفتي في الناس لابد أن يكون من العلماء اللي بيعرفوا في أصول الدين. تم إحالة ملف التحقيقات في القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا، وقررت النيابة حبس المتهمين 15 يوم على ذمة التحقيقات بعد لما واجهت ليهم عدة اتهامات كان من بينها الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب أعمال إرهابية والشروع العمد مع سبق الإصرار والترصد في قتل الكاتب الكبير نجيب محفوظ وإحراز أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص وحيازة منشورات مناهضة تم ضبطها في أوكارهم. بعد 3 أيام من الحادث نشرت جريدة الأهرام أول حديث يدلي به الكاتب نجيب محفوظ، قال فيه: أنا ما شفتش الشاب اللي اعتدى عليا، ما شفتش وشه، كل اللي حصل إن بعد لما ركبت السيارة لقيت شخص بيقفز بعيد وشعرت قبلها بثواني معدودة وكأن وحش غرز ضوافره في رقبتي وما حسيتش باللي حصل بعدها. الشاب اللي شفته بيجري كان في عز شبابه، كان من الممكن أن يكون بطل رياضي أو عالم أو واعظ دين، ليه اختار هذا السبيل؟ مش قادر أفهم. هيعز عليا إني أكبر على الابتعاد عن الناس وإن تكون بيني وبينهم حواجز أمنية. حياتي كانت دايما وسط الناس وما شفتش منهم إلا كل الحب، ليه عايزين نتحرم من دفء المشاعر الإنسانية اللي الناس دايما أحطوني بيها؟ في يوم 26 أكتوبر سنة 1994 نشرت جريدة الأهرام حوار أجرى الإعلامي أحمد موسى مع المتهم الأول في الجريمة محمد ناجي، واللي قال إنه بيعمل فني إصلاح أجهزة كهربائية وإنه انضم للجماعة قبل الحادث ب4 سنين وإنه قرأ الكثير من الكتب الخاصة بالجماعة واللي تخص عمر عبد الرحمن وعبد الآخر حماد وعبود الزمر وناجح إبراهيم وغيرهم. الجدير بالذكر هنا إن كلام محمد ناجي في الحوار الصحفي كان عكس اللي انتشر عنه إنه جاهل لا يجيد القراءة والكتابة وإن ثقافته سمعية. بيضيف محمد ناجي: هدفنا اللي تعلمته هو تحكيم كتاب الله ولينا أهداف كتيرة كان من بينها اغتيال الكتاب والشخصيات وضباط الشرطة. وأضاف: ما قريناش رواية أولاد حارتنا، لكن التكليف صدر لينا بقتل مؤلفها بعد قيام الجماعة باغتيال فرج فودة. وأضاف إنه مش نادم على اللي عمله وإنه لو قدر ليه الخروج من السجن فسيعيد ارتكاب المحاولة. يعني الأستاذ نجيب كان شايف إنه الشاب اللي كان عايز يقتله إنه ضحية. قلت له: يعني أنت مسامحه؟ قال لي: آه مسامحه. قلت له: يعني ما يتحكمش؟ قال لي: لا، العدالة لازم تاخد مجراها. أنا مسامحه لأن أنا عارف إنه ضحية وغرر بيه. أنا سعيت إن أنا أشوف الولد ده. فسألته حتى قريت نجيب محفوظ؟ قال لي: استغفر الله العظيم. قلت له: ليه؟ قال لي: عشان هو بيهاجم الإسلام. قلت له: طب ما فكرتش يمكن الكلام ده غلط؟ قال لي: أنا في عندنا ناس بتفكر، أنا بنفذ. اللي بيفكروا قالوا انه هو كافر وبيهاجم الاسلام. قلت له: انا عارف نجيب محفوظ وعارف انه بيسمع قران، وفعلا في المستشفى كان بيطلب ساعات يفتحوا له القران يقعد يسمعه، وهو كان سميع كمان للشيخ مصطفى اسماعيل، فما ردش. قلت له: انت عارف ان الاستاذ نجيب محفوظ مسامحك؟ قال لي: ما معناه يعني انه ده ما يهمنيش. قلت له: طيب لو شفت نجيب محفوظ تاني تقول له ايه؟ قال لي: احاول انفذ المهمه تاني مره تانية اللي انا فشلت فيها. واحد
نوفمبر سنة 1994 صدر قرار بإحالة المتهمين في حادث الاعتداء على نجيب محفوظ إلى القضاء العسكري. وفي 6 ديسمبر سنة 1994 عقدت المحكمة العسكرية العليا أولى جلساتها لنظر القضية اللي حملت رقم 23 جنايات عسكرية إدارة المدعي العام الاشتراكي لسنة 1994. وفي 11 يناير سنة 1995 أصدرت المحكمة العسكرية العليا أحكامها في قضية اغتيال نجيب محفوظ، وقضت بإعدام كلا من المتهم الأول محمد ناجي والمتهم الثالث محمد خضير، وبالسجن المؤبد للمتهم الثاني عمر محمد محمد والمتهم الرابع حسين علي بكر، وبالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة للمتهم الخامس محمد عبد القاهر، وأحكام متفاوتة ما بين السجن 7 و5 و3 سنين ل 11 متهم آخر في القضية. 29 مارس سنة 1995 تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا في محمد ناجي مصطفى ومحمد خضير المحلاوي، وكانت المحكمة العسكرية أدانت المتهمين في 12 تهمة وجهتها ليهم النيابة. بعد الحادث تضررت أعصاب الأديب نجيب محفوظ على الطرف الأيمن العلوي من الرقبة بشدة بسبب شدة الطعنة، واللي كان ليها تأثير على عمله وما كانش حتى قادر أنه يكتب سوى لدقائق معدودة يوميا، علشان كده كان بيتدرب يوميا على الكتابة. بيضم متحف نجيب محفوظ بالجمالية بعض الكراسات اللي كان بيتدرب فيها على الكتابة. وبكده تنتهي حلقتنا، وبتمنى انها تنال اعجابكم. قولولنا في التعليقات تفتكروا الاشخاص اللي زي محمد ناجي كانوا ضحية في ايد مجرمين اكبر منهم؟ وبما ان الجريمة دي اتبنت على فتوى لعمر عبد الرحمن، تفتكروا اختلاف عمر عبد الرحمن مع فكر نجيب محفوظ كان يواجه بالفكر ولا يواجه بالعنف؟